أهلا بكم. حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق من محاولة تزوير الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 من شهر تشرين الأول، وقالت البعثة إن هناك مخاوف جدية بسبب البيئة غير الآمنة التي ستجرى فيها هذه الانتخابات، كما أن تواصل واستمرار الاغتيالات والاستهداف للمتظاهرين والناشطين والمدونين والصحفيين سيضر كثيرا بسمعة ونزاهة الانتخابات ومصداقية نتائجها. وقد أعلنت عدة أحزاب وقوى سياسية مقاطعتها الانتخابات البرلمانية بسبب الوضع السيء الحالي في العراق وتواصل هيمنة الميليشيات وسلاحها. كما تتهم القوى الوطنية والشعبية العراقية حكومة الكاظمي وقوى العملية السياسية جميعا بالفشل في تقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة أو الحد من الانهيار العام، لا سيما الاقتصادي والمالي ولجم الميليشيات ونزع سلاحها وغيرها من الوعود التي قطعتها هذه الحكومة على نفسها إبان تشكيلها. حقيقة قدرة الانتخابات القادمة على إحداث تغيير جدي في ضوء مؤشرات تفاقم الانهيار الشامل في العراق وفشل حكومة الكاظمي في إقناع الرأي العام بالتصويت في هذه الانتخابات هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا يراد تصوير الانتخابات القادمة إذا أجريت على أنها واحدة من إنجازات قوى العملية السياسية؟ وما الذي قدمته حكومة الكاظمي وقواها الحزبية حتى يقتنع العراقيون بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة؟ وهل ثمة نزاهة أو مصداقية لهذه الانتخابات إذا ما أجريت تحت سطوة سلاح الميليشيات واختطاف الدولة العراقية؟ ثم ما الهدف من كل هذه الحملة التسويقية والترويجية الحالية لحكومة الكاظمي إقليميا ودوليا، بينما الواقع يقول إنها لا تختلف عما سبقها من حكومات؟ وهل يمكن أن ينفجر الوضع في العراق شعبيا إذا أصرت قوى العملية السياسية على إجراء هذه الانتخابات بنفس قواعد اللعبة الحالية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، سعد ناجي الساعاتي، ثامر العلواني. انتخابات على الأبواب في العراق ولا أحد على أبوابها من الشعب العراقي، فالذي مر خلال السنوات السابقة كفيل بأن يجعل العراقيين يدركون ألا تغيير يؤمل من هذه الانتخابات. ما يميز الانتخابات القادمة عن انتخابات عام 2018 هو كثرة الجدل حول عزوف قوى سياسية عنها، وإن دل ذلك على شيء فيدل على أن الذين ألفوا مسرحيتها هم أنفسهم غير مقتنعين بها، كما أن الكتل التي لا تملك أجنحة عسكرية تعرف جيدا أن نصيبها لن يكون إلا بقدر ما تعمل تحت مظلة سياسية متنفذة، فلا توجد ديمقراطية حقيقية تبنى نتائجها على أساس الأداء الانتخابي للأحزاب والكتل، وإنما هناك ديمقراطية توافقية باتفاق الكتل المتنفذة والأحزاب الرئيسة على تقاسم السلطة وتوزيع المناصب السيادية بعيدا عن مخرجات الانتخابات. حتى ولو افترض وجود نزاهة شكلية في الانتخابات، فإن أكبر العوائق لإجرائها هو الواقع الأمني المتردي وانتشار السلاح خارج سلطة الدولة واستمرار عمليات اغتيال الناشطين وعدم محاسبة المسؤولين عن عمليات الاغتيال. مقاطعة بعض الكتل للانتخابات هي محاولة للإيحاء أن مقاطعتها جاءت استجابة لنداءات ومطالب ثورة تشرين، بينما الحقيقة هي تصفية حسابات سياسية وإعادة توزيع المناصب السيادية بطريقة ترضيها. وبكل الأحوال فإن هذه الانسحابات لن تغير شيئا من الناحية القانونية، لأن أسماء مرشحي الكتل المنسحبة موجودة لدى المفوضية، وبإمكانها في أي لحظة العدول عن انسحابها والانخراط في الانتخابات عندما تجد مصلحتها تقتضي ذلك. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في قدرة الانتخابات القادمة على إحداث تغيير ما في العراق، وقدرة أيضا حكومة الكاظمي على إقناع الرأي العام في العراق على المشاركة والتصويت في هذه الانتخابات.
ضيوف طاولة. سيكون معنا كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وأيضا سيكون معنا الدكتور سعد ناجي الساعاتي أستاذ العلوم السياسية من العاصمة البريطانية لندن عبر سكايب، والدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. أهلا وسهلا. نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، ثمت حملة إعلامية على الأقل تريد تصوير الانتخابات القادمة إذا ما أجريت، طبعا هناك أيضا شكوك وتشكيك بإجراء هذه الانتخابات في شهر تشرين الأول، يراد تصويرها على أنها منجز كبير لقوى العملية السياسية، تصويرها على أنها المطلب أو الهدف الذي أريقت من أجل دماء المتظاهرين والناشطين وما زالت طبعا تجري. ما الذي تغير في الواقع العراقي بشكل مختلف حتى يقال أن الانتخابات القادمة ستحدث تغييرا كبيرا في واقع العراق المتردي بشهادة من في الداخل والخارج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييك أستاذ ماجد، أحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني عندما سمعت المقدمة التي يعني قدمتها لبرنامجك وكانت رائعة، ذكرت أنه هناك بعض القوى، بداية يعني ذكرت أن بعض القوى السياسية التي في العملية السياسية يعني لها أسبابها في أنه عدم وجود أمان، عدم وجود أسباب معينة، لذلك انسحبت من الانتخابات. أنا أعتقد وهو واقع الحال أن قوى العملية السياسية كلها لها أسبابها التي تختلف عن القوى الشعبية والقوى المناهضة للعملية السياسية. يعني القوى الشعبية والقوى المناهضة للعملية السياسية لها أسباب تختلف في رفض الانتخابات عن أسباب هذه القوى. هذه القوى يعني ربما لديها قراءة مسبقة، قراءة دقيقة، وجدت أن المقاطعة ستكون شاملة جدا، ستكون مقاعدها غير مؤمنة، ربما ستخسر الكثير من مساحتها، لذلك انسحبت في هذا الاتجاه. أما قوى الشعبية والقوى المناهضة للعملية السياسية فلديها أسبابها من البداية، وهذا ما حضرتك تسأل عنه. نعم. الوضع الحقيقي في العراق يعني منذ ثورة تشرين، ثورة الشباب، هذا الشباب الجميل اللي خرج منادي بالوطن، قتلوه بالشوارع، قتلوه أكثر من 1000 شاب جميل عراقي، وجرحى أكثر من 32، وما زالت عمليات الاغتيال والخطف مستمرة من قبل الميليشيات منذ ذلك الحين، منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي ومجيء الكاظمي. الوضع من سيء إلى أسوأ على كل المستويات، السياسية والاقتصادية والأمنية، الوضع سيء جدا جدا. لكن هناك وضع ربما مبالغ فيه إقليميا وعالميا للاحتفاء بهذا الموجود في العراق، ولا أعرف الأسباب، يعني لا أعرف لماذا، لأن الوضع في العراق عندما تقرأ الوضع، عندما ترى الوضع في العراق تجده من سيء إلى أسوأ. الفقر زاد، البطالة زادت، الاغتيالات زادت، الوضع الأمني أكثر انفلاتا، الوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته. فبالتالي أنت أمام وضع غريب عجيب شاذ جدا جدا، لكن هناك من يحاول أن يجعل هذه العملية السياسية لامعة ملمعة في عيون الآخرين، وهذا وضع لا يمكن قبوله. بالتالي من ستطبق عليهم مخرجاتها، من سيتحملون مخرجات هذه العملية السياسية هم شعب العراق، فبالتالي هم سيتحملون هذه الكارثة، ستستمر هذه الكارثة. الوضع من سيء إلى أسوأ مثل ما قلت. الوضع الاقتصادي الآن ديون العراق أكثر، الوضع الأمني الآن الانفلاتات أكثر، وسيطرة الميليشيات بشكل واضح جدا على كل مفاصل الدولة. الآن الميليشيات تستعرض في الشوارع بشكل علني وتفرض نفسها على أنها الرقم واحد في العراق وهي المتحكمة بالعراق، وهذا من حقها الحقيقة، يعني لا يمكن أن ننكر ذلك ولا يمكن للحكومة أن تنكر ذلك، لأنه هذه الميليشيات تستعرض في الشوارع، وقوات ما يسمى بالحكومة لا تستطيع أن توقفها، لا تستطيع أن تسألها حتى لماذا فعلت هذا. نعم. فبالتالي هذا الوضع يعني من سيء إلى أسوأ. استقلال العراق ما زال غير ناجز، سيادته منتهكة، ووضع العراق بكل القياسات هو وضع سيء جدا جدا، وبالتالي
نتاج 18 سنة من الاحتلال والخراب والدمار. وهذا الحقيقة أيضا ما ذهب إلى أيضا أحد أركان العملية السياسية وهو نائب رئيس الحكومة السابق صالح المطلق، قال أن الفترة المقبلة ستكون الأسوأ تأثيرا على العراق، والكتل والقوى والوجوه السياسية ستعود إلى المشهد السياسي أيضا نفسه. نتوجه إلى لندن ونرحب بضيفنا من هناك الدكتور سعد ناجي الساعاتي. مساء الخير دكتور سعد. مساء الخيرات دكتور. نفس الكلام يقال منذ عام 2003 إلى اليوم في 5 دورات انتخابية، عليكم أن تتوجهوا إلى الانتخابات والاقتراع في صناديق الاقتراع حتى يحدث التغيير. التغيير لن يكون إلا عبر الانتخابات، وهو خطاب الحقيقة سياسي وإعلامي أصبح محل سخرية وتندر وتهكم من الرأي العام في العراق من القوى الوطنية، الرأي العام في العراق ناشطين مدونين صحفيين. إذا كان هذا الخطاب هذا موضع الآن، لماذا تصر قوى العملية السياسية على هذه الاسطوانة التي لا سوق لها؟ ابتداء تحية لك وللضيوف الكرام والأخوة الكرام معك في هذا الحوار. أهلا دكتور. احنا إذا نرجع ابتداء إلى عملية احتلال العراق، أول هدف وضع الاحتلال الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، قالوا أولا أنه في العراق هنالك أسلحة دمار شامل يجب أن تزال، وثانيا لا توجد ديمقراطية. أسلحة الدمار الشامل فشلوا في إيجاده وفشل هذا السبب، فبدأوا يتحدثون عن الديمقراطية وإحقاق الديمقراطية، وهي كذبة كبيرة واضحة منذ البداية، لكن مع الأسف هنالك من صدق بها. ولما قامت المقاومة العراقية ونشطت وأجبرت الأمريكان على الانسحاب، ابتدعوا فكرة وضع دستور جديد في وقت قياسي لم يكتب فيه أي دستور في العالم بهذه المدة، شهرين أو أقل من شهرين لإنجاز دستور وإجراء انتخابات على أساس أنه أمريكا قررت الانسحاب، بس هي الهرب يسموه السريع، هذا الهرب لا تستطيع أن تفعل بدون أن تحفظ ما وجه. فقالت نحن وضعنا دستور وأجرينا انتخابات وحققنا الديمقراطية وخرجنا. الغرب كل الآن لما تتحدث مع مؤيدي الاحتلال كل يقول لك ماذا تريدون أكثر من هذا؟ 5 انتخابات واثنين على الدستور، تصويت على الدستور وتصويت على نظام الفيدراليات وما شابه ذلك، وكأنما اختزلت الديمقراطية بهذه الصورة الكاذبة من المهرجانات المزورة، مهرجانات التزوير والنفاق على الناس والكذب على الناس ولتمدد الفساد أكثر وأكثر. والدليل على هذا التفكير أنه لا يزال مستمرا، إذا تتذكر أو أحب أن أذكرك، نعم، أنه السيد الكاظمي لما ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا في لقاء مع السيد بايدن ماذا قال له؟ لم يقل له أن العراق مدمر وأنتم مسؤولين عن هذا التدمير ويجب أن تعيدوا تفكيركم بالعراق وأن تعيدوا بناء العراق، كل هذا الكلام لم يقل له، قال له نشكرك لأنك حققت الديمقراطية في العراق. هذا هو الكذب الذي يريدون أن يقولوه للعراقيين. طبعا ديمقراطية غير موجودة ولن تتحقق. واللي ضحكني أكثر في تقريركم اللي قلتوه اعتراض المفوضية الأوروبية التي تقول هنالك إشارات وسوف لن يكون هنالك أو ستكون هنالك ملاحظات على هذا أنتم من أتيتم بالتزوير، أنتم من أتيتم بالوجوه المزورة، أنتم من شجعتم هذه الوجوه على أن تبقى في الحكم ودعمتوها وأبقيتوها وأخرجتم أو حاربتم كل إنسان شريف نظيف وطني في هذا البلد حتى لا تكون هنالك وجوه وطنية، أردتم الفاسدين وقويتم الفاسدين، وبالنتيجة هي هذه اللي نتحدث عنها. والآن لما راح تصير الانتخابات طبعا يقولوا لك شارك كيف؟ انتخابات كاملة زورت، صناديق أحرقت، التصويت على الدستور صناديق زورت، التصويت على الحكومات أو على في الانتخابات السابقة
أتي برؤساء وزراء خارج الدستور من دون حتى الرجوع للدستور، لا تنطبق عليهم كل المواد الموجودة في الدستور، ومع ذلك نصبوهم رئيس الوزراء. الدستور يقول رئيس الوزراء يجب أن يكون من الكتلة الأكبر في البرلمان ومرشح. اثنين رؤساء وزراء الكاظمي وعادل عبد المهدي لم يشتركوا في الانتخابات وليس لديهم كتلة في البرلمان، ولكن أتي بهم رؤساء وزراء. هذا الضحك على الذقون مستمر، ولا تتوقع أي نتيجة من هذه الانتخابات. وأنا أؤكد لك أن الإشارات الآن على تأجيل الانتخابات واللجوء إلى حكومة طوارئ هو الحل الأقرب للتفكير الأمريكي. هذا طبعا لما إذا ما شعروا أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بالوجوه التي يريدونها. نعم، أشكرك دكتور ثامر. أولا أهلا وسهلا بك. ثانيا، عندما يطلب من الرأي العام ويحث على الاشتراك في الانتخابات القادمة خاصة من قبل حكومة الكاظمي وأنه الاشتراك هو الحل، ما الذي قدمته حكومة الكاظمي لحد الآن فيما يتعلق بوعودها الكثيرة، فيما يتعلق بحماية متظاهرين، إيقاف التردي الاقتصادي والمالي، لجم الميليشيات، نزع سلاح الميليشيات، حتى يقتنع الرأي العام أن ثمة جدوى فعلا من الاشتراك في الانتخابات على أمل إحداث تغيير في العراق ولو جزئي أو مرحلي؟ حياكم الله أخي الكريم، وتحية لك أستاذ ماجد ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناة الرافدين الأكاين. أهلا دكتور. قبل أن أجيب على سؤال حضرتك فقط أريد أن أعرج على قضية ذكرها الأساتذة الكرام في محاولة تصوير الانتخابات القادمة أنها إنجاز القوى العملية السياسية. أنا أقول هذه المحاولة، محاولة تصوير إجراء الانتخابات القادمة على أنها إنجاز كبير لحكومة الكاظمي، هذه وحدها تثبت بما لا يقبل الشك أن ما يجري في العراق هو مهزلة سياسية باهتة. دكتور اسمح لي، خليني أراح أقاطعك مستعجلا. عندما يقال هذا الكلام أنها إنجاز، يصور على أنه كان هو هذا مطلب المتظاهرين، متظاهري تشرين هم الذين طالبوا، أصروا على إسقاط حكومة عبد المهدي وأرادوا انتخابات مبكرة وسيلبى هذا الطلب لهم، هكذا يقال؟ لا، حقيقة متظاهري تشرين كان صوتهم واضح، إسقاط العملية السياسية، لأنهم فشلوا على مدار 18 سنة في إدارة الحكم، لم يقدموا تعليم، لم يقدموا صحة، لم يقدموا أمان، لم يقدموا اقتصاد، فشلوا في كل مجالات الحياة في العراق. وأنا أؤكد على أن هذه الأحزاب وهذه العملية السياسية لا تفهم من الديمقراطية شيء إلا فقط إجراء الانتخابات. هم لا يعلمون إلا أن مدخلات العملية السياسية هي الانتخابات، أما مخرجات العملية السياسية والديمقراطية هم ليسوا باهتمام لها ولو قدر شعرة. أما سؤالك لماذا ما قدمه حكومة الكاظمي، أنا أقول حكومة الكاظمي لم تقدم إلا مزيد من حرائق المستشفيات، إلا مزيد من حرق الناس على أسرة الشفاء. قدمت حكومة الكاظمي الوعود الكاذبة التي جعلت عناصر الميليشيات تدوس على صوره بالأحذية، على الرغم من كذبه وادعائه أن الميليشيا الحشد الشعبي هي تحت أمرته وتحت قيادته، وثبت بما لا يقبل الشك وللعالم جميعا أنه كاذب. قدمت حكومة الكاظمي أكبر تنازلات للميليشيات الولائية، قدمت أيضا انهيار للمنظومة الصحية، انهيار للمنظومة التعليمية، انهيار للاقتصاد العراقي. لم يمر العراق على مر سنين مع كلها سيئة، ولكن حكومة الكاظمي كانت أسوأ حكومة وأضعف حكومة. فنحن نرى أن جيش كبير من مروجين مخدرات هم ينتشرون في العراق. فإذا والشعب العراقي طبعا قال كلمته في انتخابات 2018، قاطعها بشكل كبير جدا، ولكن أحزاب السلطة زورت الانتخابات، والنسبة التي شارك فيها الشعب العراقي النسبة التي شارك فيها من الانتخابات كشفت أن النظام السياسي في العراق مرفوض. الرسالة 2018 التي أرسلها الشعب العراقي من خلال عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات كانت واضحة، ولكن للأسف أحزاب السلطة والميليشيات مع أنها أحرقت أوراق الانتخابات وأحرقت الأجهزة الانتخابية من أجل أن يغطوا على فضيحة الانتخابات
وأن يغطوا على النسبة المتدنية التي شاركت في الانتخابات. وبالنتيجة مرروا هذه الحكومة، وبالنتيجة خرج الشعب العراقي مطالبا بإسقاط العملية السياسية وليس بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي. ولذلك عندما خرج السياسيون والأحزاب السياسية بحكومة تدعي أنهم استجابوا لمطالب المتظاهرين وجاءوا بالكاظمي، رأينا أن أمواج المتظاهرين نزلت إلى الشوارع منددة بهذا هذه الكذبة ومنددة بمحاولة حرف مسار المتظاهرين متظاهري التشرين، وكان مطلبها واحد، إسقاط النظام السياسي الموجود في العراق. نعم، أشكرك دكتور رافع الفلاحي. الاتحاد الأوروبي حذر من استمرار تأثير الاغتيالات المستمرة للناشطين والمتظاهرين وعدم حمايتهم على هذه الانتخابات، على سيرها، على مصيرها، على نتائجها. والواقع يقول أن الحقيقة الاغتيالات مستمرة والميليشيات مستمرة وسلاحها منفلت. هذا التحذير من الاتحاد الأوروبي من أن هذه تأثير هذه الاغتيالات سيضر بسمعة ونزاهية ومصداقية هذه الانتخابات. طيب، كل المؤشرات تقول أنها ستجري في ظل هذه البيئة، بيئة هيمنة الميليشيات. هل سيتعامل مع نتائجها الاتحاد الأوروبي مثلا الذي حذر من تأثير الاغتيالات على مصداقية ونزاهة الانتخابات؟ أستاذ ماجد، مثل ما قال الدكتور سعد قبل قليل كان واضح في قوله، وهو قول صحيح ودقيق جدا. يعني الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكل هذه الدول في العالم والدول الإقليمية اشتركت في هذه المأساة، في هذه الكارثة التي حصلت في العراق. الآن وقبل هذا الوقت من عام 2003 لحد الآن يريدون أن يصوروا أو يقنعوا الشعب العراقي أن الانتخابات هي الديمقراطية. والحقيقة أن الانتخابات ليست هي الديمقراطية، الانتخابات مفردة آلية من آليات الإطار الديمقراطي، لكن الإطار الديمقراطي كله مفقود. فهذه الآلية برغم ما فيها من تزوير وخراب ودمار، هو الآن يتحدثون عن اغتيالات. طيب، هو العراق متى كان بلا اغتيالات؟ منذ عام 2003 لحد الآن متى كان بلا قتل؟ يعني من عام 2003 الاغتيالات شملت كل العلماء في العراق، كل أساتذة الجامعات، كل الأطباء، كل المهندسين. من هجر الأطباء والمهندسين والكفاءات وأساتذة الجامعات وكل القدرات العقلية في العراق؟ من هجرهم إلا القتل والميليشيات والتهديدات والهروب. الآن لدينا أكثر من 10 ملايين عراقي خارج العراق، كلهم من الكفاءات. في بريطانيا فقط، في بريطانيا أكثر من 6000 طبيب، كل الكفاءات العراقية الآن في الخارج. من هذه؟ الاتحاد الأوروبي ودول العالم يعرفون هذه الحقيقة. الآن يريدون يصورون لنا وكأنه الحالة مرتبطة، أنه الانتخابات إذا ما صار الوضع الأمني مستقرا فالانتخابات هي شرعية وهي دقيقة. هذه كذبة كبيرة الحقيقة. الوضع العراقي لا يتعلق فقط بالاغتيالات، الوضع العراقي منهار سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، أمنيا، بكل الاتجاهات. هناك انهيار تام، العراق في كارثة كبيرة الحقيقة. لكن هم يريدون أن يصوروا أن العراق الآن مثل ما قال الدكتور سعد، يعني الحقيقة الكثيرين عندما تحدث معهم بالخارج يتحدثون عن هذه الانتخابات، وأن هناك حكومة فيها كل الأطياف، فيها مسيحي، فيها كردي، فيها عربي، فيها شيعي، فيها سني، وهذه الكذبة الكبيرة. وبالتالي أنت كل الأطياف تحكم العراق، وهذه الديمقراطية ومشوها وخلص وعيشوا في العراق. لكن لا أحد يتحدث عن الفساد. ليش الاتحاد الأوروبي ودول العالم لا يعرفون أن العراق واحد من أكثر 20 دولة بالعالم فسادا بالعالم الآن؟ هذه منظمة الشفافية العالمية تقول أن العراق من ضمن الدول العشرين الأكثر فسادا في العالم الآن بعد 18 سنة من هذا الخراب. العراق أكثر بلد معدومة بالخدمات. العراق بعد أن كان بلدا محصنا ضد المخدرات الآن البلد الأول في تصدير المخدرات وزراعتها والمتاجرة فيها، يتاجر بالأعضاء ويتاجر بالبشر. الآن الفقر، العراق من أغنى الدول الآن، وفيه أكثر من 12 مليون عراقي تحت خط الفقر يأكلون من المزابل. هذه كلها يعرفونها، يعرفون أنه لا خدمات كهرباء. دكتور أشكرك، أعتذر منك، نتوقف عند هذا الفاصل القصير. مضطرون أن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار. بعد الفاصل نعود لنكمل النقاش، ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. تبحث هذه الحلقة حلقة الليلة في قدرة الانتخابات القادمة على إحداث تغيير ما في العراق، وأيضا قدرة حكومة الكاظمة على إقناع الرأي العام بالمشاركة والتصويت في الانتخابات القادمة. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور سعد ناجي الساعاتي والدكتور ثامر العلواني. دكتور سعد، في لندن العملية السياسية وقواها كل رهانها مبني الحقيقة على البعد الإقليمي والبعد الدولي، إقليمي إيران والدولي طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وكل معاركها من 2003 اليوم تحسمها بالاعتماد على هذين البعدين بغض النظر عن موقف الداخل في العراق، الرأي العام الشعب العراقي مدى الضرر الواقع عليه. تعتقد أن هذه المعارك ستبقى ناجحة بالاعتماد على هذين البعدين؟ يعني بالتأكيد إذا لا توجد أسس لقيام انتخابات نزيهة ومشاركة جماهيرية واسعة ومفتوحة وحماية للذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع، تبقى العوامل الأخرى هي المؤثرة، وهذه ليست نظرية جديدة، هذه شيء معروف في العلوم السياسية. يجب أن يكون هنالك أمان، يجب أن يكون حماية لصناديق الاقتراع، يجب أن يكون الجهاز القضائي قادر على مراقبة هذه الانتخابات، والجهاز القضائي يكون هو الفيصل في أي اعتراضات تجري على الانتخابات، والنتائج تكون منوطة بالقضاء وليس بمن يحكم هذه الصناديق أو من يتلاعب بهذه الصناديق من مفوضيات محسوبة على الجهاز السياسي. طيب، إذا السيد بريمر في قرار واحد طرد 3200 حاكم ومدعي عام وقاضي في العراق ومثلهم من أساتذة الجامعات بدعوى أنهم من أتباع النظام السابق، والحاكم الآن الذي يجرأ على اتخاذ أي قرار ضد أي وحدة من هذه الميليشيات أو المجامع المسلحة أو الكتل السياسية، ثاني يوم يعتبر مقتول وترمى جثته بالشارع. من هو الذي سيقرر إذا كانت الانتخابات نزيهة أو لا؟ إذا هؤلاء كلهم غير قادرين، لا شرطة قادرة ولا جيش قادر ولا قضاء الجهاز القضائي قادر، وطبعا الوجوه مكررة. أنت الآن اسمع الأسامي الكتل الانتخابية، نعم غيروا بس بعض الأسماء، لكن من هي الكتل الانتخابية؟ نفسها هي التي جاءت من 2003 ولحد الآن، والإضافات التي اجت لها بعد ذلك كانت أكثر فسادا من سابقتها. كيف يمكن أن تكون هنالك انتخابات نزيهة وانتخابات شفافة؟ هذه المسألة لا يمكن أن تتم في مثل هذا الجو وفي مثل هذه الأجواء التي تحكمها هذه الظروف، ولهذا من يتحكم هو الطرف الخارجي، تركيا، إيران، دول الخليج، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى إسرائيل. هم يفرضون أشخاصهم، هم يقولون نحن نحمي هذا ونحن نريد هذا ونحن لا نريد هذا، بدليل أنه لما يحدث توافق إيراني أمريكي نحصل على رئيس وزراء جديد حتى وإن كان مخالف للدستور، يعني ترشيحه مخالف للدستور، لكن حصل توافق عليه ما بين هذه الأطراف. طيب الآن دكتور اسمعني، دكتور الآن يبدو هذا التوافق الإيراني الأمريكي الذي استمر من ما قبل 2003 وما بعد 2003، الآن العلاقة ليست ودية بين أمريكا وإيران، هناك على الأقل تنافر إذا حتى لا نقول تصادم. من يقول هذا؟ أنت تعتقد أن ليس هناك من تنافر؟ التوافق لا زال موجود؟ لا، أنا لا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية متفاهمة مع إيران، نعم، ولا أقول أن إيران متفاهمة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك اختلافات كبيرة فيما يخص الأمن القومي الإيراني، فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، فيما يخص الصواريخ الإيرانية، هناك اختلاف كثيرة
وانزعاج أمريكي من السياسة الإيرانية في هذا المجال. نعم. لكن لما يأتي الموضوع عند العراق لا يوجد هذا الاختلاف، بدليل أن الولايات المتحدة الأمريكية راضية بما تقوم به إيران أو ساكتة أو على الأقل تعمل مع الأشخاص الذين يعني متعاونين أو محسوبين على إيران. والآن هنالك حديث أن الاتفاق النووي الإيراني والاتفاق الأمريكي الإيراني قد يحدث، قد يتم، وأول شيء من عنده أو من شروطه أن تخفف إيران من تغلغلها في العراق. ولكن طبعا هذه المسألة قد تقول إيران نعم، لكن حقيقة هو وجودها الآن أصبح من القوة ومن التهدير بحيث لا يمكن أن تزيح أي قوة في الوقت الحاضر غير قوة الشعب العراقي. أشكرك دكتور سامر. واضح أنه أيضا هناك حملة تلميعية تسويقية ترويجية للكاظمي على أنه قد يكون يعني حكومته هو المنقذ، سيقود مرحلة مفصلية مختلفة عما يعني سبقها. بما اختلفت حكومته عن الحكومات السابقة حتى تبنى كل هذه الآمال العريضة، أو عفوا حتى تسوق هذه الآمال العريضة المبنية على الكاظمي؟ طبعا إقليميا ودوليا واضح أن هناك حملة لصالحه. حقيقة حكومة الكاظمي هي لا تختلف عن الحكومات التي سبقتها في إدارة الحكم، لأنها كلها تسير وفق منهج مشروع تدمير العراق وإشاعة الفساد ومنع توفير الخدمات. يعني مشروع تدمير العراق والشعب العراقي هو الساد. ولكن الذي طرأ أكثر أن حكومة الكاظمي زادت من انحطاطها أكثر من سابقاتها، فهي اسم حكومة ولكنها في الحقيقة لا تملك شيء من قرارها، وإنما هي تتبع ما يملى عليها أمريكيا وإيرانيا. وفي حالة أنه تعارض بين هاتين الجهتين، فإن حكومة الكاظمي واجبها هو أنها تكون وسيطا لإرضاء كل طرف، طبعا كل ذلك على حساب الشعب العراقي. فأمريكا تدعم الكاظمي لأنها ترى أنه مخبر ومراسل عندها، وإيران كذلك. وللأسف كثير من البسطاء يتصور أن أمريكا ضد الميليشيات وضد النفوذ الإيراني، وقد جزاه الله خير الدكتور الساعاتي قد وضح هذا الأمر بشكل واضح. الحقيقة كما ذكرها أن أمريكا ليست لديها مشكلة مبدئية مع الميليشيات، ولذلك هي تعلم كل العلم أنها تدعم حكومة ونظام يسيطر عليه الميليشيات التي هي موالية لإيران. ولكن أمريكا تريد أن تسيطر أو أن تضبط إيقاع الميليشيات وتوصلها إلى قناعة أن أمريكا أولا ثم إيران. ولكن للأسف أمريكا واهمة في هذا التصور، لأن هذه الميليشيات هي إيرانية الهوى، إيرانية الفعل، إيرانية النشأة، وتأتمر بأمر الحرس الثوري الإيراني. وكلا الطرفين إذن يريد إجراء الانتخابات تحت أي ظرف وأي مسمى. أما من يتصدر الحكم فهذه مرحلة أخرى سيتفق عليها الطرفان، ولكن هم لا يفقهون شيء مهم جدا، وهو أن الشعب العراقي أصبح الآن يفهم اللعبة، لا يهتم بالانتخابات، لأن اللعبة أصبحت مكشوفة كلها أمامه، والشعب العراقي يعلم أن الانتخابات لن تأتي بجديد. أشكرك. وأي حكومة تأتي ستكون عاجزة عن أداء واجباتها، هذا في حال لو توفرت هذه الحكومة، فما بالك بحكومة هي أتت من أجل خدمة إيران وأمريكا في العراق على مصلحة وحساب الشعب العراقي. أشكرك على ذكر واجبات الحكومة. دكتور رافع، الحقيقة الآن بدأ يتردد في خطاب الحكومة السياسي والإعلامي قضية ورقة البيضاء الإصلاحية للإصلاح الاقتصادي، وأنه طبعا في تصريح طبعا جديد للكاظمي أننا سنبدأ بالمرحلة الأولى من مفردات وخارطة الطريق للإصلاح الاقتصادي المستقاة من هذه الورقة، ورقة البيضاء. ما مدى قدرة هذه الورقة فعلا على الأقل في مرحلتها الأولى على التخفيف من هذا الانهيار الاقتصادي والمالي الموجود في العراق؟ أستاذ ماجد، يعني ما دمنا نتحدث عن الورقة البيضاء لابد أن نقول أن هناك ثلاث حالات أو ثلاث نقاط رئيسية
جرت خلال هذه الفترة الأخيرة لتلميع صورة السلطة في العراق وصورة العملية السياسية للذهاب لإقناع الناس بالذهاب إلى الانتخابات، لأن السلطة رائعة وتقدم شيء للعراقيين. النقطة الأولى كانت عندما قدموا قاتل هاشم الهاشمي وقالوا أنه هذا ضابط بالوزارة الداخلية، ولم يقولوا لنا يعني هذا المسدس الذي قتله هذا القاتل فقط، لكن من هي الجهة التي تقف وراءها؟ لا أحد يتحدث، وهي ميليشيات، وواضح من هي الميليشيات وهم يخافون أن يقولوا اسمها. هذه النقطة الأولى، وهذا وقعهم في مأزق كبير. عادوا مرة أخرى ليذهب الكاظمي إلى واشنطن ويجري الحديث عن اتفاقية استراتيجية، وكأنه العراق بلد ذو كيان قوي وذو سلطة قوية ويستطيع أن يناقش الولايات المتحدة، وهناك نقاش فعلي وحوار بين الإدارة الأمريكية والإدارة العراقية. وهذه كذبة كبيرة، العراق مجرد أجراء، هؤلاء يعملون لدى القوى التي تحتلهم والقوى التي تشغلهم، فبالتالي هناك تبليغات بلغوهم بها، لكن هناك بهرجة ومحاولة لتلميع صورة الكاظمي. النقطة الثالثة وهي ما سألتني عنها هي الورقة البيضاء. هذه الورقة البيضاء في 13/10/2020 طرحت قبل نحو عام من الآن. الكاظمي قبل أيام وهو يعيد تفعيل هذه الورقة لكي يعني يلمعون أنفسهم قال أنه طوال هذه الفترة الماضية من طرح هذه الورقة لحد الآن كنا نحاول أن نخلخ الأجواء المهيئة لتطبيقها. طيب أنت تسأل نفسك وكل العراقيين يسألون نفسهم، ما هي هذه الأجواء التي هيئت لتطبيق مثل هذه الورقة؟ طبعا الورقة بمئة ورقة بمئة صفحة، حوالي 70 صفحة منها تتحدث عن المشكلة، وصف للمشكلة، أما 30 صفحة الأخرى فيتحدث عن حلول خرافية غير واقعية خيالية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع. هاي تطبق في حكومات وفي بلدان مستقرة وحياة سياسية طبيعية واقتصادية طبيعية وسياسية طبيعية واجتماعية طبيعية تطبق، نعم، لكن في العراق في ظل هذا الخراب وهذا الدمار وهذا هذا الانكشاف لا يمكن تطبيقها. فبالتالي الورقة تعتمد على قضيتين أساسيتين، أنت يعني لا يمكن أن تصلح اقتصاديا إن لم تصلح سياسيا. الإصلاح السياسي أساسا هو المطلوب أولا لكي تصلح الاقتصاد. أنت تحتاج إلى إطار سياسي رصين وطني ومعبر عن العراقيين ومعبر عن إرادة الشعب لكي تستطيع أن تصلح هذا الاقتصاد بهذا الشكل. وثانيا أنت بلد من أكثر البلدان فسادا في العالم، ماذا فعلت للفساد؟ انفلات أمني وفساد وخراب ودمار، وبالتالي لا تستطيع أنت أن تفعل شيئا. سأقول لك شيئا ربما واحد من الأمثلة الكبيرة، الكهرباء. الكهرباء في العراق هم يقولون صرفنا على الكهرباء حوالي 100 مليار دولار، ولحد الآن الكهرباء غائبة، درجة الحرارة 60 في العراق والكهرباء غائبة. بربك أنا أسألك وأسأل كل الناس، ألم تستطع الولايات المتحدة هذه التي احتلت العراق بكل التكنولوجيا وهذا العالم الأوروبي وكل هذه الدول التي ساعدت في احتلال العراق، ألم تستطع أن توفر للعراق الكهرباء؟ لكن هو المطلوب أن العراق يتخلف ويذهب إلى الخراب والدمار وإلى قعر الهاوية. هذه واحدة. الثانية يتحدثون عن أنه هذه الورقة ستدفع بالنفط إلى مساهمة قليلة في الاقتصاد العراقي. كيف يمكن هذا؟ العراق الآن 98% من وارداته تعتمد على النفط. الآن إحنا 65 إلى 70% من عائدات النفط تذهب سنوياً للرواتب. هذه الرواتب تذهب إليها هذه الأموال. نعم. وأنت عندك عجز تريليونات، يعني مليارات من الدولارات عجز سنوياً أنت لا تستطيع أن تلبي به. العالم يعرف أن النفط، الاعتماد على النفط سيذهب بعد 20 سنة، ليس أكثر من 20 سنة، خلال عقدين قادمين ستذهب قدرات النفط على التأثير بالدول، يعني ليس لها قيمة مثل القيمة الحالية الآن. نعم. فالعراق ذاهب إلى مصيبة كبيرة. العراق الانهيار للسلطة حتمي، الانهيار لكل هذا الذي أسسوه على رمال متحركة، فبالتالي انهيار حتمي. لذلك الورقة البيضاء مجرد أوهام، مجرد كارثة. الصناعة، أين هي الصناعة؟ أين هي الزراعة؟ أنت تحتاج إلى بنى تحتية، وهذه البنى التحتية تحتاج إلى أموال كبيرة. نعم. إلى قدرات كبيرة. الكهرباء فقط أنت الآن غير موفرها للمنازل. أنت عندما تأتي بالصناعة والزراعة تحتاج إلى أضعاف هذه الكهرباء، من أين ستأتي بها؟ وأنت 18 سنة الكهرباء غايبة عن العراق، فبالتالي كذبة كبيرة. نعم. يحاولون تسويقها بهذه الطريقة
لتلميع السلطة ولتلميع العملية السياسية ليس أكثر. أشكرك. ويبدو أن الحكومة مراهنة أو متكئة كثيرا على ما يسمى بالورقة البيضاء في إطار يعني حملتها التسويقية أو الترويجية للانتخابات. دكتور سعد، إذا قوى العملية السياسية أصرت على إجراء الانتخابات القادمة بنفس قواعد اللعبة بنفس الوضع الحالي في العراق والمستمر من 2003 اليوم، وهو طبعا الحقيقة ما هو يعني الكثير من المؤشرات أنها ستجري هكذا، هل تتوقع مزيد من الانفجار الشعبي بعد الانتخابات القادمة في الشهر العاشر؟ يعني إذا تسمح لي في البداية تعليق بسيط. تفضل. فقط أقول إنه أفضل اسم أطلق السيد الكاظمي على ورقة الإصلاحية هو الورقة البيضاء، لأن هي حقيقة بيضاء ولا يوجد فيها أي شيء، ورقة بيضاء بكل معنى الكلمة. هو قدم ورقة بيضاء. لماذا بيضاء دكتور؟ ليش؟ لأنها ما فيها أي حل لهذه المشاكل التي يمر فيها العراق. كلام في الهواء والأمنيات وتعاديد عن مشاريع لا يمكن، يعني دولة لا تستطيع أن تحمي مركزها، كيف تستطيع أن توفر الشروط لإنجاح هذه، لما استطاعت لإنجاح هذه الورقة ما استطاعت أن تحارب فاسد طبعا هذه، أو تسجل فاسد أو تحاكم فاسد. طبعا هذه الورقة مثلها مثل ورقة الإصلاح أو محاربة الفساد التي قدمها السيد رئيس الجمهورية سابقا قبل شهرين وثلاثة. كل كلام ضحك حتى يقولون نحن لدينا مشاريع لإصلاح الحال في العراق، ولا توجد مثل هذه المشاريع أبدا، ولا توجد قدرة على تنفيذ 1% من هذه المشاريع. هاي واحدة بس فقط أردت أن أذكرك. المسألة الثانية اللي تحدثت إنها أنا. أخي العزيز، الآن كل الدلائل تقول إنه الانتخابات إذا جرت ستأتي بنفس الوجوه. هذه لا يوجد غبار عليها. سيبقى الحديث عن رئيس وزراء مثل ما حدث في مرات سابقة. أمريكا قد تعترض على هذا رئيس الوزراء، وإيران قد تعترض على هذا رئيس الوزراء، وبعدين يجري الحوار والتوافق على شخصية واحدة. إيران لمعلوماتك، إيران ليس لديها أي مشكلة في اختيار أي شخص لمنصب رئيس الوزراء. ليش؟ لأن هي تعرف وتعلم علما جيدا أنه أي رئيس وزراء لا يستطيع في هذه الظروف وفي هذه الحالة لا يستطيع أن يفعل أي شيء لنفوذها في العراق أو محاربة وجودها في العراق، لأن هي تمتلك من المسلحين ومن الفصائل المسلحة ومن الميليشيات ما تستطيع به أن تصفي أو تنهي حتى حياة أي شخص ممكن أن يقف بوجهه في ظل عدم وجود أي قوة أخرى تقف بوجه هذا النفوذ. هم دمروا الجيش، دمروا العسكر، دمروا الطيران، دمروا كل شيء في وزارة الدفاع دمروا. والأمريكان لحد الآن لمعلوماتك، العراق اللي كان به في السابق مئات الطائرات المقاتلة وآلاف الدبابات، الآن لا يمتلك غير 5 طائرات طتهم يا أمريكا الفانتوم، وحدة منهم سقطتها يمكن. هذا الشيء يضع السلطة المركزية تحت رحمة التأثير الخارجي. فإيران بذكائها شو تسوي؟ مثل ما سوت مع السيد مصطفى الكاظمي، أصرت أمريكا على السيد مصطفى الكاظمي، إيران قالت طيب ما عندنا مانع خلي يصير مصطفى الكاظمي رئيس وزراء. دكتور سعد آسف على المقاطعة، عندنا 5 دقائق بس حتى أرى استشرافك للمرحلة القادمة شعبيا في ضوء نعم. هذا الوضع نعم. المتردد. تفضل دكتور. نعم، شعبيا الاحتجاجات ستستمر، وشعبيا العنف ضدها راح يستمر ويتصاعد، إذا مو من الحكومة من الأطراف المسلحة الأخرى، ولكن كأي ثورة شعبية بالنتيجة ستصل إلى مرحلة لن تستطيع كل الأسلحة أن تقف بوجهها، لكن بدماء كثيرة وبضحايا كثيرة. أشكرك. دكتور ثامر العلواني، أيضا توقعك للمرحلة القادمة إذا ما جرت الأمور بهذا السوء، قوى العملية السياسية أجرت انتخاباتها بنفس قواعد اللعبة، نفس الوجوه عادت إلى المشهد،
هل ستكون هناك ثورة جديدة؟ ستتصاعد تظاهرات تشرين، ستعم العراق، تنضم إليها شرائع أخرى، لأن الحقيقة الآن الكل متضرر بحسب الواقع. بلا شك كل المعطيات على الأرض تؤشر إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه، وأن المظاهرات القادمة هي أو الثورة القادمة لن تكون في محافظة واحدة، وإنما ستعم أرجاء العراق كافة، ولن تكون فقط في جزء معين، لأن الجميع العراقيين الآن هم متضررون في الجنوب، في الوسط، في الشمال، في الشرق، في الغرب، الكل متضرر، وستكون ثورة عارمة حسب ما أتوقع طبعا على جميع الفاسدين يقتلعون النظام برمته، لأن المعطيات كلها باقية والمؤشرات تقول أن القادم أسوأ، وأن من سيتحكم بالسلطة القادمة سيكون بشكل مباشر هي الميليشيات. نعم، أشكرك دكتور. إذن بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. إذا هناك من وقت حتى نسمع من دكتور رافع أخوان، دقيقتين دكتور رافع، دقيقتين حتى نختم يا جنابك الكريم، أيضا توقعك للوضع في العراق في المرحلة القادمة بعد الانتخابات طبعا. الحقيقة أستاذ ماجد، الآن الشعب كل القوى الشعبية تدرك أن كل الوضع سيء جدا جدا وكارثي جدا، وحتى في النظر إلى قانون الانتخابات الذي وضعوه واللي على أساسه يريدون إجراء الانتخابات، في فقرتين، فقرة الأولى اللي هم ما يطبقوها نهائيا ومعطليها، اللي هي كل هذه الأحزاب اللي 250 حزب من أين تمويلها، يعني ما هو مصدر تمويلها لا يقولون، والشيء الآخر كل الأحزاب إذا كانت لديها فصائل مسلحة لا يحق لها الاشتراك، هذا قانون الأحزاب مالتهم. طيب، لكن كلها لديها قوى ميليشياوية وتشترك بالانتخابات. سؤالي الحقيقة دكتور. نعم الحقيقة أنه كل القوى الخارجية وعلى رأس أمريكا وإيران غطرستهم تعميهم عن رؤية واقع العراق، وكل القوى الداخلية فسادهم وخرابهم وعن جهيتهم وميليشياتهم تمنعهم عن رؤية الحقيقة، أن هذا الشعب بموجاته الصغيرة سيؤلف الموجة الكبيرة التي ستزيحهم، مهما كان الاستبداد، مهما كانت القوة، مهما كان يعتقدون كل الأنظمة، اللي يقرأوا التاريخ كل الأنظمة المستبدة، بالتالي الشعب هو الحكم، هو الفيصل، هو من سينهي هذا، والعراق وصل إلى مرحلة لا يمكن العودة فيه، يعني الآن طريق واحد وثورة الشعب قادمة بقوة بقوة بقوة. أشكرك شكرا جزيلا. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من طاولة حوار، ولم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل منها الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور سعد ناجي الساعاتي أستاذ العلوم السياسية، كان معنا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن، وأيضا نشكر الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وكان معنا عبر الهاتف من عمان. شكرا لكم، حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.